أيقونة البحرين والاسم أناقة النجاح، رائدة الطموح والمدى درب الريادة، طاقة إيجابية تخفق بألف ربيع من العطاء، سيدة تتألق بحيوية الشباب وحكمة الكبار، سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة الإيجابية الدكتورة زهراء باقر، سيدة الأعمال ومدرسة النجاح. في البحرين مرسى مراكب الطموح، مدى أشعة الحلم وبدايات الفجر. في هذه الأرض زاخرة بالحضارة والأصالة والطموح، وفي عائلات بحرينية راسغة في شغاف الحياة، وفي بيت منفتح على العلم والمعرفة والنجاح، ولدت زهراء باقر وعاشت في أسرة غمرتها بالحب والحنان، وفتحت أمامها دروب النجاح، واستلهمت من والديها حب العلم والثقافة، فأغنت شخصيتها القيادية لتعبر إلى الحياة من بوابة المجد. تلقت علومها الابتدائية والثانوية في مملكة البحرين، ومنذ البدايات كان لها شغف بالتجارة وإدارة الأعمال. وعلى الرغم من شغفها بعالم الأعمال، إلا أنها درست التربية وكانت ناشطة اجتماعية وشبابية في خدمة البلد والمجتمع، وخاضت تجارب التنمية والتدريب، وكان لها أعمالها الخاصة تعمل وتؤسس بالتزامن مع دراستها وأنشطتها. الدكتورة زهراء سيدة استثنائية سلكت طريق التنمية والتطوير، آمنت بالمرأة والشباب، وقادت مسيرة البناء والتطوير والتنمية البشرية. مدربة من المستوى المتقدم، أثبتت نجاحها على الرغم من صغر سنها، فأصبحت محط أنظار الجميع في الخليج والوطن العربي، ونسجت شبكة علاقات متقدمة، فكانت ولا تزال رائدة النساء العربيات في التنمية والتطوير. وبرزت شركاتها الاستشارية ومشاريعها التنموية في عالم المال والأعمال، وحققت ولا تزال قفزات نوعية في البحرين وعلى امتداد دول الخليج. هذه المرأة الاستثنائية خطت خطوات واثقة نحو النجاح والتميز، واستحقت بجدارة أوسمة التقدير وشهادات التميز. وبعد أيتها السيدة الزاهرة بأناقة الربيع، المتألقة برقي العمل، الخافقة بروح الأمل والطموح، هنا فكرك المشع كشمس الخليج، ترسمين درب النور نحو النجاح. هنا عطاؤك الإنساني صار سنابل للخير وقمحا للحياة، معك تتألق المرأة العربية في ميادين الحضارة، وفي مدى عينيك يعبر الشباب إلى الآتي، إلى ثقافة البناء والعطاء. دمت سفيرة الإيجابية، سيدة النجاح والنوايا الحسنة، لك الآتي مواعيد للمجد والنجاح.